صباح الخير يا ابن خالتي. صباح الخير يا بنت عمي. انا جايبه لك الفطور. تسلم ايدك يا مباركه. امال فين حسان؟ جوزي نزل من الفجريه عشان جمع القطن. كل سنه وانت طيبه. وخالف اخوك راح معاه؟ ايوه فات عليهم عم عبد المقصود ابوك وركبوا سوي. ايه ده؟ وزينب وسعد. خليتهم فرحه من بدري على الكتاب. ايه؟ مالك بتتنهدي ليك يا فضل الشهر؟ لا ولا حاجه بس مش عجباني احوالك. ليه؟ انا عملت حاجه؟ ما تخلينيش اتكلم، هتفضل قاعد عازب لغايه امتى؟ وبعدين معاك يا مباركه انا الف مره نبهت عليكي بلاش نتكلم في الموضوع ده. يعني ما حدش ماتت مراته غيرك، بقالك ست سنين قاعد لوحدك من غير ما ست تونسك. ولا ناقصني حاجه، البركه فيكم. يعني هتفضل في البيت ده وحدك طويل طويل طول العمر؟ البيت ده سته ماتت الله يرحمها. ما فيش واحده في الدنيا تانية تملى عينك ولا اللي خلقها ما خلقش غير ايه؟ ربنا يجعل مسواها الجنه. صباح الخير يا محمد يا ابني. اهلا يا الف نهار ابيض، ايدك ابوسها يا امي. يعني يا ابني امبارح ما جيتش تتعشى؟ والله رجعت من غير تعبان، دخلت نمت بدري. سلامتك يا حبيبي، ده انا وابوك طول الليل متوهوشين عليك. يعني يا محمد يا ابني بدل ما انت قاعد بطولك هنا ما تيجي يا حبيبي وتقعد معانا في البيت، وهي اوضتك لسه فاضله زي ما هي. ويقعد بطوله هنا ليه؟ ما الف ست تتمناه. والله العظيم ازعل مني. الا صحيح يا محمد، الحكايه اللي قالها لي امبارح ابوك. حكايه ايه؟ ان فايقه هانم بنت الباشا الحصان بتاعها سف اللجام، وكان هيوقعها في الترعه لانك جيت وخلصتها بحصانك. دي حكايه بسيطه، هما اللي بيبالغوا. الا على فكره يا ابن خالتي، ايه رايك في فايقه بنت الباشا؟ من احسن ما يكون. هي دي دلوقتي ما تقدرش تقول عنها حاجه. قصدك ايه؟ لا ابدا، بس اصلي يعني عارفه ان. طب اسكتي اسكتي، مش هكون انا في عيله جابر باشا، ده انا حيالله ناظر زراعه عند ابوه. ناظر زراعي؟ يعني هيقولوا لا؟ ليه؟ ما انت مقصر ابا عن جد. ليه يعني؟ هم هيلاقوا احسن منا. وابوها اللي كل يوم الست بتاعته بترقعه عدل. سيدي محمد، تلغراف جاي علشانك، اداهولي الواد ده. تصل غدا بقطار المساء اختك مديحه. مديحه؟ مديحه بنتي. ناولين يا فرحه المشان. حاضر يا ست. اللهم صل على النبي، العيش متختخ ومورط زي الشف. سمي يا بنت سمي. ناولين صينيه المشان. حاضر. يا حلاوه يا حلاوه. فضلك يا بنت قطمه من رغيف لك كون عينك فيه. يا ندمتي يا ست ليه؟ هو انا عيني فارغه؟ ده انت طول عمرك مش شبعاني. انا على راي المثل اطعم الفم تستحي العين. لك يا بنت المشال تتلى الفراخ تنقر فيه. هش هش بيتك 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 بيتك. امال يا بنت فين الوزه المزخه؟ خدها مرعي يا جده طباخ جابر باشا. مين الدهان؟ سيدي عبد المقصود جوزي. ايوه يا دي الخيبه. طب ده انا كل يوم بزغطها بايدي واسمنها لاجل ما اذبحها النهارده المديحه بنتي حلاوه السلامه. اما انت يا عبد المقصود يتفاتلك بلاد. يا دي الهنا يا دي الهنا، الحمد لله بسلامه مديحه. مباركه مرات ابني. صباح الخير يا خاله ام محمد، مبروك مبروك. الله يبارك فيكي. عقبال دخل خلقتها يا خالتي. في حياتك يا بنتي، مش مالكه املك، تعم ابوك. يا اخي بسيتك العافيه، ده انا اللي ابوس ايدك وش وظهر. تعالى يا سعد لما ابوسك. وانت يا زينب. امال فين المحاريف محمود واسماعيل؟ في المدرسه يا خالتي. يا ما شاء الله يا ما شاء الله، عين الحسود فيها عود. وفين امال محمد ابن؟ صحي من الفجريه وراح هو واخويا خلف يجيبوا الطبل والمزمار. روح يا بنت حط سنيه الرواني هنوكه. ده خلف اخويا الدنيا مش سايعاه. اظن خلف عينه ما دقتش طعم النوم. ده صحانه من الفجريه وصحانه من عز النوم. ام جوزي حسن بص له من الطاقه وقال له انت يا خلف اتجننت في عقلك؟ دي الشمس لسه ما طلعتش. امال مش خطيبته؟ ده احنا قاريين فتحتهم وهم صغيرين. فاكره يا خالتي لما كانوا يرجعوا من الكتاب وايديهم في ايدين بعض، يقوم المرحوم ابويا يبص لعم عبد المقصود ويقول له العرس شرفت يا ابو محمد. امي يا فرحه، شوف ابوك يبل السكر في الطشوط ولا لسه؟ حاضر. يلا يا بنت عوام خفي رجلي. حاضر يا ست. على فكره انا جبت لها صينيه رواني للفطور. لكن يا ترى
مديحة بعد ما عاشت في مصر وخدت شهادتي المحامية هترضى تعيش في كفر بيض بين الفلاحين والغنم؟ فلاحين ايه وغنم ايه؟ هي بنتي مهما اتعلمت واتمدنت تنسى بلدها وتنكر اهلها وان ابوها فلاح واخوها فلاح ابن فلاح. عم عبد المقصود يا اخي الف نهار ابيض، مبارك مبارك، يبارك في عمرك. دخلت جاب الطبل والمضمار. مبروك يا حسن يا ابن عمي، يرجو اختك مديحه بالسلام. الله يبارك فيك يا ابن عمي. ايه اللي انت عامله ده كله؟ ده نادر ووفيته يا ابن عمي. انا حالي ان يوم ما ترجع مديحه البلد بالشهاده الكبيره اجيب لها الطبل والمضمار. ده يوم مبروك. الله يبارك فيك. امال فين محمد اخوي؟ زمانه جاء وصل يشقر على الزراعه وقال لي انه الحصان. جنبات غمارة فيه عملت لمديحة الفطور المشلتي اللي كانت تحبه وهي صغيرة، وجابت الأولاد زينب وسعد علشان يفطروا معاه. احنا يا راجل انت وهو احنا مالي. يا ماما بنتي حبيبتي الف مبروك. صباح الفل يا ست الكل. بونجور، ايه الحكايه؟ مين دول؟ ده اخويا خلف مزين لك البلد كلها وكفر بيت واقف على رجلي. دول صحوني من احلى نوم، اعوذ بالله انا ما عرفتش انام طول الليل. من ايه يا بنتي؟ كفر الله الشر. من نفحه كلاب وصوت الضفادع والصراصير. اوه خلوهم يبطلوا الزيطه دي، ده المشتت لسه طالع من الفرن. وانا عامله لك صينيه روايح تستاهل بقك الحلم. واخوك محمد بعت لك قرص عسل نحل بشمعه. لا لا دي حاجات تسمن وانا عامله رجيم. عامله انا عايزه بس كافيه قولي من غير سكر. فهمتي حاجه يا مباركي؟ ابدا. انت بتتكلم بروسها، تعالي بينا نستفهم منك. يلا الله يبارك فيك يا محمد يا ابن عمي، طولت رقبتي قوي. طول عمرها طويله يا حبيبي وعليك حته قفا. يا الله يجازي شغلك يا شيخ، انت دايما كده تحب تقفش. ده بس من عشم يا ابن عمي. خد حريتك يا سي محمد، ما هو حاكم انا النهارده. ايه مالك كده؟ عرقك مرقك وشفايفك مقشفه وحالك يعلم بها ربنا. ما انا ما غمضليش دفن من اول امبارح من ساعه ما عرفت ان مديحه اختي رجعت البلد. الله يجازي شطارك يا شيخ قيس يا ابن الملوع. ايه هو انت يعني بتقول فيه ايه؟ طب ده من ايام ما كنا بتلعبوا النحله سوا، يعني حب قديم مزمن اتمكن في عصفوره قلبك لغايه ما طلع لك فيها عين سمك. لكن والله ما اخبيش عليك يا سي محمد، انا خايف وقلبي مهزوز فشر شجر الصفصف في الريح. خايف من ايه يا شيخ؟ خلف الحبايب. انت بتضحك. ما هو حاجه تضحك، الفاتحه وقاريينها من صغركم ونادرينكم لبعض، يعني واحد زائد واحد يساوي اتنين زي ما علموك في المدرسه. ايوه لكن مديحه خدت الشهاده الكبيره. ده سبب اقوى اننا نعجل بجوازها. قبل كده كانت مشغوله في المدرسه وصبرنا عليها لغايه ما خدت الشهاده الكبيره، وان الاوان انها تكون ست بيت وام اسره. لكن تعليمها العالي ومداركها الواسعه يمكن تخليها تستقل نفعينها، نصغر في نظر. ليه؟ هو العلم يعلم الغرور؟ الغطرسه؟ الكبرياء؟ لا انا قصدي يعني. طب قفل وحياتك قفل. لكن معيشة الفلاحين وحياه الريف. الريف نشأت فيه وترعرعت فيه، وقال على راي المثل إذا كان لك ريش وبقالك جناح قيمتك وشمتك من عرق الفلاح. محمد
امال كلنا سلالة فلاحين، كبرنا وصغيرنا، إذا كانوا بهوات ولا بشوات، شقوا طريق المجد بالمحراث. يا سلام يا محمد، كلامك بينقط عسل. عسل؟ ايوه. طب افطر بقى. ريحت قلبي قوي يا اخوي. ليه؟ واحنا ما رحناش مصر، ما تعلمناش في مدارس، ما شفناش مدنية؟ خدها مني كلمة، ما توقعش الأرض أبدا، مديحة أختي مش هتكون لغيرك. بالحضن يا محمد. في كل بابنا نيجي. ايوه. يا نهار زي بعضه. أعوذ بالله، شوكتني بدقنك اللي زي الأنفد. يا راجل حرام عليك، ده أنا من الفجرية بحنتف فيه. وش تعمل المصطف الوش العاكر؟ أخويا جود مورنينج. أهلا، والله كان يكون جود مورنينج لولا إني اصطبحت بخلقة فيري باد مورنينج ده. أهلا يا أمي، صباح النور، إديني إيدك يا بوسه. صباح النور يا زين الخلفة. مديحي، الحمد لله بالسلامة. تسلم الريح اللي جابتك. ريح إيه وعاصفة إيه يا أخينا؟ قول لها كده هلو دارلينج هاو دي دو، نجر يا بلادي بجر. اديني بوسه بقى عشان اضيع طعم البرسيم ده. وحشتني قوي يا محمد. ما تشوفيش وحش، ما تقول حاجه يا ابو شادوف افندي. مديحه يا بنت عمي، نورتي كفر بلاد. ميرسي قوي على الاوركستر. اوركستر؟ الاوركستر اللي صحتني بيه. قصدك تقولي جازبند كفر بلاد. بس صحاكي من عايز النوم عقبال ما نزفكوا بمزيكه المديريه. اصلي ما عرفتش انام كويس، لسه وداني مش متعوده على صوت الضفادع والصراصير. قعدت اقرا في كتاب الشرح والتعليق في القانون الدولي لحد ما الاذان ادن، وبعدين صحيت على. طب للبلد يا بختك، لكن انا صحيت على خبط الباب وهبهبه الكلاب. لا والله يا شيخ خلف، اوعى تفتكري ان انا قصدك ولا حاجه. صح والله. مباركه قالت لي انك ما رضيتش تفطر في البيت لاجل ما تيجي تفطر مع اختك مديح. ده انا عامله لك فطير مشلتت يستاهل حنكك. تسلم ايدك يا امي. والنبي يا مباركه، اقلي لنا كام بيضه في رغيف وحطيهم في الفرن، انا عاوز افطر انا واختي. احنا ما فطرناش انا وخلف مخصوص النهارده عشان نفطر وياك. ميرسي، انا فطرت. وهي كلت حاجه؟ دي طلبت فنجان قهوه بلبن من غير سكر ولا دقس زاد. ليه سلامتك، انت عياني؟ ابدا، اصلي بعمل رجيم. عامله ري ايه؟ ده انا دخلت عليها لقيتها بتشقلب في الاوضه، رفعها الارض ورجلها في الهواء. بتقول ايه يا مباركي؟ قصدها تقول ان انا بعمل جيل ماستيك. خف رجلك وهات العسل يا مباركي. حاضر يا خالي. قصدك تقولي العاب رياضيه. فاكر يا خالف لما كنا في المدرسه وحبيت تتفلحس وطلعت على المتوازيين تعمل بالانس، رحت متخرشم على بوزك وكانت حاطه القص في رقبتك. يا راجل، يعني هم كانوا قالوا لك عليا انني كنت بهلوان؟ الالعاب الرياضيه ضروريه لتنشيط الغدد والدوره الدمويه، وكثر الاكل بيعمل شحم ويتعب الجهاز الهضمي. قولي له يا ستي اللي غداك كل يوم ديك رومي محشي فراخ. والله العظيم يقعد على الترابيزه ويجيب خبر اجعصها ديك رومي، ويجيب الكوز اللي قد كده ويدبه في الزير ويزوفه على المعده الكريمه ويرقع تكريعه فشر صفاره الغراض. ما شاء الله، دي نفسه مفتوحه. مفتوحه؟ لا قولي نفسه مفندقه مبهوقه. ادي صينيه الرواني والعسل النحل اللي بتحبيه يا مديحه. بالهنا لكم. تعالى بقى ترزع جنبي جتك خيبه. اسمع، ما تعيبيش علينا، احنا نعرف ناكل بالشوكه والسكينه، لكن الاكل بالايدين بيقبله طعم ثاني. مش كده ولا ايه؟ ما تقول حاجه، انت بالع ورنا. ايوه امال. انما اذا لزم الامر برضه نعرف ناكل على فرانكي. خد حريتكم. لا في عرضك. ياخد حريته ازاي؟ ده لو خد حريته يجيب خبر المشلتته دي في لقمه واحده. ايه ده؟ استني استني يا نونو، دي اللقمه اللي هتاكلها. إيه؟ خدي بالك بقه ما يدخلش السمسمه، هجيب لك فحل بصل. وعلى قفاك. ما تاخذنيش يا عم عبد المقصود، مش عارف ارد عليك. الجمعة اللي فاتت رحت عزف ميتم عمدة الصالحية، قالوا لي سعيكم مشكور، قلت لهم ميرسي. اتفضلوا جوه عشان تشربوا الشربات. شربات على الصبح؟ ده احنا يا دوبك فاطرين. علي الطلاق ما يمكن ابدا، اما اديها خبر عن اذنكم. اسمع يا اسمك ايه؟ هات البط اللي مربوط على السرد. ده سمير بيه وفي اهانم ولاد الباشا. حاضر، اديني رايحة لهم. ليه يعني؟ احنا مش قد المقام؟ لا يا بابا، بس ده الباشا بنفسه بيجي يشرب القهوه معايا هنا على المصطبه دي. ما هو اصلا قوم بينا ناكل فوق. لا يا اخويا خليك. انا واخد بالي مكشوفه، لاحسن يشوفونا بناكل بايدينا كده على الفطره. تعال يا مباركه شيلي الفح انت، قال له جوه تاكل بحريتك. يلا اطلع. قول
تعالي معانا يا امي الاحسن ما انت تشربش برنيطه. ارجوك يا عم عبد المقصود تدي بطل حد عشان يدخل مديحه. احنا لسه مصطادين وطاف. كتر خيرك. بونجور يا مدي. بونجور. انتوا خرجتم تصطادوا؟ من الفجر في الضلمه كانت فسحه تستاهل. ليه ما قلتليش؟ دي فكره طرقت لي بعد ما وصلناك امبارح وروحنا. يا خساره. اتفضلوا. انا اسفه اللي هتقعدوا على المصطبه. دي حاجه اوريجينال خالص الا اورينتال. ازاي قضيتي ليل؟ اعوذ بالله ما نمتش طول الليل. جالك كلامي علشان كده اقترحت نروح نصطاد ونرجع ننام. لكن عندكم في السرايا الناموس محتل كل حته. انا مش قلت لكم في مصر ان العزبه فيها ناموس زاجل؟ وصوت الصراصير والضفادع والديوك اللي بتدن قبل الفجر ما يطلع. لا وفي ديوك كدابه بتدن من العشاء وطالع. والدبان الفلاحي اللي تهشيه قوم يصغدي. في الحقيقه حياه الريف لا تطاق. اما انا فحزق على مصر من بكره ولا بعده. ازاي الصوار يا مديحه ما لحقناش نقعد وحد تعوز يزق على مصر على الاوبرجي وانت الصبحه. اظن بنات السرات مقاومين عليك منادي ولا عملوا عليا نشرات في الاقسام. اتفضلوا شربات. هات يا بت امر لله. ده انا امبارح الصبح صحيت على خناق الدبورين عاملين طره ولياز على مناخيري. سعاده الباشا بيسال عن سمير بيه. يو ده انا نسيت بابا عايز ياخدني في الترولي عشان يعمل شيشني على الاطياب. دي فسحه كويسه يا بيه. اعوذ بالله وانا ذنبي ايه انشوف الشمس دي؟ قال له تعرف اطيانك وتشقر على الزراعه. ده سعادتك وحيد الباشا الله يطول في عمره دايما يقول امتى سمير يستلم الشغل ويريحني. تفهم من بقك يا شيخ. اخويا ده مش هيجيبها البر. عنده حق. ايه لذة الحياة في الريف بعيدة عن الحضارة والمدنية؟ دول ناس عايشين بالفطرة. لو سمعك اخوك محمد. فاهمة اخويا محمد متعصب بالريف لكن ثقافتي. ويعني هو ما هو عنده دبلوم الزراعة وعشان كده لازم يقعد في الريف. لكن انا. انت مش مخطوبة لابن عمك؟ ده يستحيل. ازاي الكلام؟ لكن اخوك وابوك. هو انا ماليش رأي؟ ما عنديش ارادة؟ يا خبر كتاب ست مديحة. يا مصيبتي. كل ما افتكر ايام الدراسه احمر. الكتاب ده لقيته في ايد المحروس سعد بيلعب بيه. مقطع مقطع. ده سمير بيه خرج. دي ست فايقه بس اللي معاه. ومين الدهول؟ يمكن بيفتكروا لعبه بيلعب بها ولا حاجه. كتب دراستي تبقى لعبه؟ ده يستاهل على كده قطع ايديه. مالك يا مديحه يا بنتي؟ كفى الله الشر. روقي دمك يا مديحه. ده عيل. العيال لازم تتربى، لازم يكون عندها ادب. هات الواد يا فرح. خليتك معافيه يا خالتي انا مروحه. يا زينب زينب على فين يا مباركي؟ رايحه اخد ولادي ورايحه على دارنا. قولي لحسن جوزي اني سبقته على البيت. شفتي ادي احنا ابتدينا نصطدم. بقول لك مش هقدر مش هقدر. ما تاخديش على خاطرك يا مباركي، خلي البساط احمدي. خليتك معافيه يا خالتي. كده برضو يا مديحه. تملكي اعصابك يا مديح. عاوزين نفرح بك يا مديحه يا بنتي. يا ما نفسي اشوف ابنك على كتفي قبل ما اموت. بعد الشر عليك ياما. عقبال ما تفرحي بولادها وولاد ولادها. ابني اهلا. فايقه هانم. يا اهلا وسهلا. سعيده محمد افندي. سعيده افندم. والله ده شرف عظيم لينا انك تتكرمي علينا بزياره في بيتنا المتواضع ده. استغفر الله. مديحه صديقه طفولتي ووالدك صديق والدي. والفضل راجع لك في تنظيم العزبه وزياده المحصول. ربنا يجعلنا عند حسن ظنه. وبالمناسبه دي ان شاء الله بقى تفضلي في كفر بليط عشان تحضري كتب الكتاب. والله انا ده سعاده الباشا والدك وعد انه هيكون من ضمن شهود العقد. كده امال احنا لينا بركه غيركم؟ ده لحم كتافنا من خيركم. ما تقولش كده يا محمد افندي، بابا يعتبرك زي ابنه وبيتنبأ لك بمستقبل عظيم. ايه ربنا يجعلنا عند حسن ظنه. ها نسيب العزومه المديحه بقى، ما هي صاحبه الشان. لما تحددوا قبل الميعاد. يعني دي حكايه كبيره. النهارده ايه؟ النهارده الثلاث زي النهارده. كده اوام. خير البر عاجله ولا ايه؟ ما تقول حاجه. والله اللي تشوفه بقى يا سي محمد. لكن يا محمد كنت لازم تاخد رايي في الموضوع. ما انا نايب عنكم انتوا الاثنين. لكن انت ما سالتنيش. حبيت اوفر عليك الخجل. دي مفاجاه ما كنتش عامله حسابها. فاهم بس لانه من عاده البنات الكسف. انت غلطان يا محمد لاني ما بفكرش في الجواز وبصراحه مش هتجوز. كلام اهدى يا اختي. احنا استنينا عليك لغايه دلوقتي عشان تتممي تعليمك. مع ذلك في بلادنا عاده البنات بيتجوزوا في سن. عارفه عارفه. احيانا وهم لسه اطفال واحيانا ياخدوا رجاله في سن ابائهم. لكن العاطفه والميل الجنسي
وتوافق المشارب. العاطفة موجودة والميل الجنسي يعني. أنا عارف بقى ده ابن عمك مش غريب. أنا أسفة يا ابن عمي إذا كنت جرحت إحساسك. أمثالك يتمنوهم بنات كتير، لكن أنا ما أقدرش أعيش هنا. ما تقدريش تعيش هنا يعني إيه؟ السعادة اللي بنشدها لا أستطيع تحقيقها في هذا الوسط. أي وسط؟ وسط الفلاحين اللي عايشين بالفطرة، اللي بيفكروا في غذائهم الجسدي وبس. أما أنا فمحتاجة لغذاء الفكر قبل الجسد، للحضارة، للعقليات اللي بمستوى عقليتي. إذا فأنت بتتعالي علينا، على أمك وأبوك وأخوكي وكل عائلتك. أنا ما بتعالاش على حد، لكن ثقافتي وتعليمي. والعلم يعلم الغرور، الغطرسة، الكبرياء. محمد أفندي، إنها احتاجت على حياة تانية، وما تنساش إنها حاصلة على شهادة الليسانس ومن نواب خريجات الجامعة. وإيه فائدة النبوغ والشهادات؟ إذا كان الحاصل عليها يستعر من أهله ويتعالى بها على عائلته. من العبث إننا نتناقش ونحتض على بعض، وكل منا له وجهة نظر تختلف عن الثاني. ومين اللي غزتك بلبنها؟ مش أمك الفلاحة؟ مين اللي دخلك المدارس؟ مش أبوك الفلاح؟ أنت فاكرة إنك الشخص الوحيد اللي اتعلم في البلد؟ أنا كمان متعلم زيك، ورغم ذلك لبيت نداء الأرض، أرض أجدادي، ولما يجي وقت العمل أنزل معاهم الغيط وأشترك معاهم في كفاحهم المشرف. واقلع البدلة دي والبس الجلابية الزرقاء زي الشرف، وكما يحمل الجندي البندقية والسيف في الميدان اشيل على كتف الغلق والفاس. وهل هي جريمة اني اختار حياتي العملية واخدم بلدي بطريق اخر؟ احنا علمناك عشان نستفيد منك مش عشان نخسرك. كل جندي وله ميدان. هنا ميدانك اذا اردت ان تعملي. عندك اخواتك الفلاحات البريئات، عندك الفلاحين اللي عايشين في وسط الغبار والطين، علميهم، ربيهم، احملي رسالة العلم لاهلك ومسقط راسك. فاستطعت اقوم بواجبي من غير ما اتجوز. الجواز نصف الدين. نابليون قال المرأة اللي تهز المهد بإيدها اليمين تهز العالم بإيدها الشمال. انت اتخلقت لتربية أولادك وخدمة جوزك. في ايه كبرنا الشر؟ هدي أخلاقك يا ابن عمي. أنا كمان غيرت رأيي. الراجل مني ما يقدرش يعيش مع واحدة ست تحتقره وتس... سامع يابا وساكت على كده؟ لا ده كتير، ده فوق طاقتي. إذا أنا حكون صريحة وياكم، أنا قررت الاشتغال في المحاماة. ها؟ ليه؟ لقلة المحامين في البلد؟ لاحتياجك للفلوس؟ الانسان بيعمل لارضاء نزعته وميوله ومواهبه. ادي اللي احنا فالحين فيه، اننا نقلد الاجانب تقليد اعمى. افهم ان المراه في اوروبا بتنزل الى ميدان العمل لانها نشات وتربت على كده، لكن احنا هل اتمينا كل مظاهر النقص في حياتنا الاجتماعيه علشان نقفز هذه القفزه الخطره؟ انا من اشد انصار تعليم المراه، بشرط اننا نستفيد من علمها، بشرط انها ما تحتقرش اهلها. لكن يا مديحه يا بنتي، اذا فرضنا ونفذت اللي في عقلك هتعيشي طول عمرك من غير زوج؟ اذا كان لابد اني اتجوز فهختار الراجل اللي وافي على نزول لبدان العمل. والله عال يعني تشتغلي محاميه، واي صنف من الرجاله اللي يقبل ان الست بتاعته تروح تتسكع على ابواب المحاكم بينما اولادها بيعوا في البيت؟ اي صنف من الرجاله يقبل ان الست بتاعته تعاشر القتله واللصوص؟ طب واذا فرضنا في يوم من الايام وكانت الاستاذه حامل، تبقى بقى تطلب من رئيس المحكمه انه يؤجل القضيه قبل ما الاستاذه توضع؟ تعالي معايا فايق. تفضلوا. مبروك يا عم عبد المقصود افندي، اهي بنتك مديحه خدت الشهاده الكبيره. البلد كلها فرحان. الله يبارك فيكم ويحفظكم. دي حاجه تشرح القلب، وهي بنت بلدنا غلبت صبيان البندر. عيني عليها بردي، من اول سنه دخلت المدرسه وهي البرنجي وطلعت الاولى في البكالوريا. طب وليه ما طلعتهاش دكتور؟ اهو الخير بقى في الحاصل. يا ما كان في نفسي اشوف صبيحه بنتي تطلع زي مديحه، لكن اعمل ايه بقى؟ اهل امها اللي قعدت تلطم وتقطع في شعرها لما عوزت ادخلها الكتاب. ده عيني الغلط. تفتكر كده؟ امال عنده حق. الزمن دلوقتي زمن العلم والمعرفه، والحكومة بدها تقضي على الأمية. يا ما نفسي أشوف بلدنا ليه كفر بليط بعد 50 سنة. 50 سنة حتى واحدة؟ يا خبر أبيض يا سيدي العمدة، ده افتكر الفلاحة هتبقى تلبس برميطي والفلاح يروح على غيط وراكب بستانيكي والحلابة تحلب جاموستها بالكهربي ويبدور الغلة بالطيارة ويحلطوا الأرض بالبومب والأنابل وينجوا الدودة بالمتريليون والوسطى سويلم المزين يفتح فرع حريمي للمذكور، ومرتي مدام عبد الدايم ترقص رمبو. الله يقطعك يا عبد الدايم، ايش عرفك الحاجات دي؟ هي الجوانين بتخلي حاجه. طب ده انا مره سمعت محاضره في الراديو الفكره باظت،
بيقول إن بنات مصر نسيوا العرب وإنه سمع واحدة في ميتم بتعدد بالفرنساوي. الله يحفظك يا عبد الدايم، ده انت انس خالص. يسمع منك يا عبد الدايم، ربنا يهيم فيه الخير. الحق على زواتني اللي سايبين عزابهم واطيانهم في الريف وعايشين في مصر، هاجرين سراياتهم وتلاقي العنكبوت معشش فيه. القصد ربنا يهيم فيه الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مع السلامة يا حضرة الأمة. الله مع السلامة. مع السلامة. منظور بابا. يا نهار زي بعضه. يا ساتر يا رب. لابسة كده ليه؟ لابسة شرطة لأني راح أعمل رياضة في الحوش. إزيك يا حضرة العمدة؟ إزيك يا عبد الدايم؟ الله يحفظك يا مزمزيل. شوف يا بابا جرحت صباعي. سلامتك من إيه؟ حبيت أساعد ماما في المطبخ وأنت جرحت نفسي. ما هو الهاني واخدة على مسك القلم مش الكزلك. أنا عمري بعد كده ما بقيت داخلة المطبخ. هي المزمزيل مديحة ما تعرفش تطبخ؟ أطبخ؟ ده اللي ناقص. هي تعرف بس تسبك القضية وتفلفل الخصم. كلام ايه ده يا عبد الداي؟ هو في واحدة ست ما تعرفش تطبخ؟ وناقص كمان تقول لي أعجن وأغسل. وليه لا؟ وتقرصي كمان. لكل إنسان مميزات في الحياة. طيب ما الحاجات دي من مست الستات؟ لا دي مست الخدمات مش الستات المتعلمات. ليه يا خو؟ طب ما هي الست اللي بتخدم جوزي؟ بالعكس، الراجل هو اللي لازم يخدم مراته. ها؟ إحنا اتخلقنا في الدنيا الغرض أسمى من كده، لنشر الحضارة وتغذية العقول. طب وإزاي العقل يتغذي إذا كان الجسم ما يتغذى؟ وإيه قيمة الست اللي تهمل بيتها عشان ما تقعد طول النهار ماسكة كتاب؟ أنا والله لو دخلت عيش مرض يمتنبلة لكنت شبخها علقة. عشان كده الستات عندكم عايشين زي الآلة زي البهايم. يعني نسوانا بهايم؟ وأتعس من البهايم. الحمد لله اللي ما وديتش بيت الكتاب. أبويا كان بيقول إن البني آدم زي العقرب، إذا زاد علمه يزيد سمه. يا خسارة تعبك يا عم عبد المقصود، وكنا حاسدينك، ده أنت تبيك في كرب. سلام عليكم. رجع محمد أخويا في البيت وكان عصبي جدا وحلف برأس أبوه لو شافني لابسة الشرط تاني ليلى بإذن الملك. اسمع مديحة، أنت سيئة الظن بمحمد، لكن اسمحيلي أنت ما بتراعيش عادة الفلاحين ولا إحساسه. محمد أخويا متعصب لرأيه، راجع النزعة رغم ثقافته وتعليمه. بالعكس، محمد أخوك مثال الرجولة وأنا معجبة بيه جدا. وعشان كده بتدافعي عنه؟ يا ريت أخويا سمير كان زي. الله، إلا قوليلي، أنا ملاحظة كده كل ما بتيجي سيرة محمد تكونيش مديحة وتملي متفقين في آرائكم رغم تفاوت أعماركم. وما داخل العمر فيه. الله 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 الله. يا حبيبتي يا فايقة. سعادة الباشا كان طلبني يا مرجان. يا ناس سعادة الباشا ارحموني، انا مش عايزك يا عالم، انا فرضكم. يا ناس انا مش عيان، امك هي اللي عيانة. اوه بابا، وبعدين وياك؟ محمد افندي نهارك سعيد. نهارك سعيد يا ست هانم، ازاي سيدي الباشا؟ الحقني يا محمد يا ابني، الست والدتها عاوزة تشقيني شربة زيت خروع بالزور. آه يا هدي يا عالم، حد سمع بكده؟ تقدر يا ابني تتداخل في مصارين غيرك؟ اتداخل في مصارين؟ لا والله يا سيدي الباشا ما اقدرش. آه الست مراتي بتتداخل في مصاريني وفي الست وبيت كنوية. آه بابا بشرفي زي ما بقولك، طالع في مخها ان انا عيان وإن الميكروبات بتعمل رنديفو في جسمي. النهاردة الصبح بصت في وشي وقالت لي أنت عندك إمساك ولازم تاخد شربة زيت. يا ستي أبدا، ده أنا حتى بطني ماشية. أبدا، راسها وألف سطور لا تسقيني شربة زيت خروع بالزور. هربت، خبيني بيتكو يا محمد يا ابني. بابا دايما ما يعتنيش بصحته وماما خايفة عليه. بتخاف عليا؟ ده انا اللي بخاف منها. اعتقوني لوجه الله، كل يوم تطلع فيا صنف عيا. والواد سمير ابني مش عامل لي مقال. تعرف يا محمد بيسميني ايه؟
الله، انت هنا يا بسبس؟ يا اخي بسبس في عين ابوك. بابا عيب يا بسبس، ما تشتمش بابا. مرجان، نعم، شوف لنا فص ليمون عشان سيدك الباشا يشرب شربة الزيت. هذا يا اخي زيت لما يغلوك فيه يا ابن خضرة. اسكت يا بسبس لماما تسمعك، اشرب الشربة احسن لك. لا من الشرب، انا ما اخافش من حد. اسمع الكلام يا جابر. اشرب الشربة يا بسبس. هات يا عيون بسبس، قلبك عليا قوي يا خضرة. مديحة في البيت يا محمد افندي؟ ايوه يا فندم. يلا يا سمير، انا محصلك، اسبقيني انت. محمد افندي؟ افندم. سمير عايز فلوس. فلوس؟ ده لسه واخد مني الجمعة اللي فاتت في مصر 50 جنيه. دفعهم قسط الاوتوموبيل. انا زهقت من الاوتوموبيل ده يا ماما، عايز اغيره موديل جديد. ده لسه ما بقاله السنة يا مرمر. اه يا ابو مرمر، عاوز حمادة ابن منير باشا ولا ديدي ابن طلعت بيه يبقوا احسن مني. فشر. لازمك كام يا مرمر؟ 100 جنيه اول دفعة. كفاية الخبر ده يمشي بطني وبلاش شرب. بس كده جابر؟ افندم. انا هعمل برومناد بالحصان مع سمير. يلا يا مرمر. يا عيني على الحصان اللي هتركبيه. هي فين جمعية الرفق بالحيوان؟ شايف يا محمد افندي؟ صدق اللي قال العز بهدلة. اهو من يوم ما ربنا فتح علينا في الحرب اللي فاتت وكسبنا قرشين في القطن ومراتي اتقلبت حتة قلبه بعد ما كانت مططية البصلة وتقوم من النوم تبوس ايدي، بقت هي اللي تمدلي ايدها وتقول لي بوس يا شيري. تقاليد العصر الحديث يا اخي، قطع العصر الحديث وقلة الادب الحديث. الموضة كده يا سعادة الباشا. الموضة ان الولد يقل حياة على ابوه ويسميه بسبس. الموضة ان الست تحط على جوزها بردعة وتلجمه وتقول له شيحة. اشمعنى الواحد لما بتكتر فلوسه بتكتر؟ اشمعنى انتوا يا فلاحين عايشين مبسوطين ومتهنيين؟ لسبب واحد يا سعادة الباشا، وان الرجل مسيطر على المرأة. آخ، كلامك زي كشف الأشعة على الدم يا محمد. ولما الست عندكم تقل حياها على جوزها يأدبها بإيه؟ زي ما أبويا كان بيأدب والدتي، وزي ما المرحوم والدك كان بيأدب المرحومة الست والدتك. أيوة فاكر، كان بيسخها كل علقة وعلقة. مش قصدي يعني علقة بالمعنى الصحيح. فهمتك، يعني علقة مودرن. أسكح قلمين موضة سنة 50 وأقول لها فيني وجاعك يا شيري. اللي تشوفه يا باشا. طب و وإذا ردت لي التحية؟ ساعتها بقى سعادتك تلجأ لموضة سنة 1900. يعني أخرشمها. معك حق، أنا من هنا ورايح هنقلب 7 البروم. اللي يقول لي بم اقول له باع. عن اذنك يا ابني لحسن. ما تضحكي بقى يا مريم، هتفضلي كده على طول. اديني دورت لك الاسطوانه اللي انت بتحبيها. الله، حاجه حلوه قوي. تعرفي ترقصي تانجو؟ تانجو ظريفه قوي خدمتك. يا سلام، قد ايه نفسي اروح سينما يا فايقه، والاوبرج والاريزونا. انا نفسي اهرب في حته محدش ابدا يعرفني. الله، اقفل الفونوغراف يا فرح. حاضر يا سيف. الله، ده حسنيه ودوله، حشمت وحكمت ومنير. تعالي انت جبل، تعالي تعال قابلني. طارق سويت هارت. اهلا اهلا، اما مفاجاه ظريفه. خدوا
شاورما شيرر جاري كوبر لا لا تيرنا روبرت تايلر بشخمه ولحمه هاو دو دو فيري ويل ثانك يو يا عبي جيف مي كيس ايه رايكم في المفاجاه دي دي فكرتي او ابدا ماي ايديا وانا اللي فكرتكم وانا اللي جبتكم وانا اللي شجعتكم طيب طيب ما تزعلوا تعالوا تعالوا فرن فلاحي قول لا عندك حق ما نمتش طول الليل من الفكر من الناموس معاكي لبانه يا اختي اف انت بتضايقني قوي باللبانه بتاعتك هتقعد عندنا كم يوم كم يوم مش هتقضوا عندنا الويك اند هنا في كفر بليط انتوا عندكم بلاج امال على شط الترعه ده انا ما صدقت خدت اذن من بابا يا نونو حسني يا اختي غلبنا على ما اقنعنا بابا وانا يا جماعه اللي عزمه عندنا في سيدي بشر يا بختكم تعالي معانا يا ريت تيجي تتغدوا عندنا في السرايا امبوسيبل احنا سالنا عليكي في السرايا قالوا عند مديح والله بيت ارتستيك قوي من فضلك بلاش تريقه لا والله ده في غايه الظرف تري شارمان ريحه عيش بيتخبز انا نفسي في رغيف سخن انا اقوم اجيب لكم خلي يجي اما انده الوليه اللي بتخبز بره تجيب لنا رغيفين باردون احنا جعانين نفسنا في عيش سخن يا طنط من عينيا يا ابني شكلها مضحك قوي شكلها نكت قوي زي اللي وقعت في ماجور عجين خدامه قديمه عندكم مش كده اتفضلوا اتفضلوا لا غير تسلم ايدك يا خاله يا سلام ولا عيش كايزر بتاع جروب حاجه تفتح النفس تاخدي لهم يا مديحه اجيب لكم غموض لا لا كده على زي جاتو بحلم التورته حقك تفتحي مخبز في مصر ايوه كنا كل اللي عملنا زباين انا مستعد اخدك عندنا وانا مستعد اوفي عليك الرمال بدوكي كام في الشهر بيدوني كام انا مستعد اخلي بابا يديك الدبل ادي الخدامين ولا بلاش شفت برج الحمام اللي فوق تعالوا ما افرجكوا عليه مش قلت لكم انها غيط حمام ولا في حشمت اللي كان عايز يصطادهم بالبندقيه انا افتكرته حمام جبلي حد يقتل الطير الجميل ده اخسى عليك يا متوحش لا الستات تموت في الراجل المتوحش زي طرزان خدامي انا خدامي محمد افندي افندي يلزم خدمه يا سمير بيه انا شفت بابا راكب الترولي راح يزور عمده الحمدانيه عشان انتخابات عال كشف حسابات بنك مصر وصل وصل النهارده الصبح يا فندم يا خبر وبابا طلع ليه لسه يا بيه من حسن الحظ اذا نسمع في ثلاث شيكات مجموعهم 175 جنيه باسم بابا انا لاحظت كده برضو كان بيدي اسال سعاده الباشا لا اوعى لان الشيكات دي انا اللي ماضيها ايه قصدك تقول الغرض ما تدرجهمش على كشف العزبه لكن يا سمير بيه مالكش دعوه انا حاضفهم على حساب سرايه الزمالك يا سعاده البيه انا متاسف الباشا والدك بيستامني على ماله فاهم يا سيدي بلاش فلسفه المبالغ دي خسرتها في السبب كنت مضطر ثم مال ابويا مالي فاهم لكن انا ما اقدرش انت بتتحنشص لا انا بادي واجبي اذا طرفه بكل جوارحي محمد افندي احترز دي فيها قطع عيشه العيش الملوث افضل عليه الجوع ما علي اني اطلب من والدتي انا فاهم يا سمير بيه ولذا حافر على حضرتك التعب انا هستخيل من وظيفتي والكشوفات اقدمهم لسعاده الباشا يا صول لسانك يا سمير بيه انا ايدك دي اراك صدارك قسما بشرف لا ترضك انت كل قرايبك من الدايره شرفك هو فين شرفك ده شرف اللي زيك لا يساوي اكثر من البدله اللي هو لابسها هنشوف اسكندريه هقعد عندكم يومين صحيح ظريفه قوي البنت دي البسلك ايه قدامك فاي طب ومكسوفه من ايه يا حلوه انت كده منير زي الفراخ رزقك تملي في رجليك ما تفتشوا شويه يا جماعه فونوغراف بص وراك تانجو تعالي انت يا حلوه يا مودة ارقص معايا ارجوك يا تدخل يا زيد يا تدعم يا زيد تعالي يا نجم الرجاله فين يا عم انت واحد خير
محمد ابني. جرى ايه؟ لا انت بتبكي؟ فين مديحة؟ جوه. وانت بتبكي ليه؟ ما الحق علي، كان لازم البس جلابية نظيفة. كسفت تقول لهم زمانها مستعرية مني يقطعني. من هي اللي مستعرية مني؟ رد عليا يا ماني جهلي. بعرضك يا سيد، الدنيا اللي بتلف قدام عين. تعالي يا فندم. أنا آسف جدا إني أحرمكم من متعة الحياة لحظة. مين ده؟ أفهم إنه الرقص أصبح ضرورة من ضروريات العصر الحديث، وإنه عادات الغرب طغت على حياتنا الاجتماعية، لكن مهما كانت عاداتهم في أوروبا مفيش راجل ولا ست يستعر من أمه. بيقول إيه ده؟ حضرتك مين؟ اسمحوا لي أقدم لكم نفسي. أنا محمد عبد المقصود، أخو الآنسة مديحة عبد المقصود الليسانسيه. أما الست دي اللي استعرت إنها تقدمها لكم تبقى أمنا اللي غزتنا بلبنها ودخلتنا المدارس لغاية ما خدنا الشهادات. آي يا بوغيس، انت يا سفت مسيح. ستي قال كده المية لازم يكون سخن زي النار. ما انا عارف ستك ناوية تسلقني وتعمل من كوارع بهريز. يا خلقاي رجلي انحرت، انتوا حاطين في المية جير. مستردة يا سعادة الباشا. مستردة ايه يا سفت مسيح؟ ده انا صوابعي ساحت على بعض. معلش طول بالك، استهمل يا سعادة الباشا، المستردة والمية السخن يطلع الرطوبة من العظم. يا اخي رطوبة لما تسوس عظمك يا بعيد، هي مأجراكم عليا. يا عالم انا بشر عرق بقيت عصيدة. بتزعق ليه يا بنت؟ بس لما ينهش وشك يا فار يا مسلوخ يا بوسط زنبلك يا افندي من غير رخصة يا صهر الكتكات يا عجر. تختشي يا بنت. طيب استنى علي. اوعى يا ولد استنى علي يا ابو رقبه ملصبه على فتله حجونه. حل عليها واد يا برجعي. انا المره دي اللي هنفس دماغك في الهروانه دي لحد ما تموت في الطيس. اوعى يا بزن، بعدين اسلط عليك البلطج. مين هو البلطج يا ابن خضره؟ ماما تيجي تقرمها. امك بسميها ايه؟ بتضحك على ايه يا لط؟ بيضحك على امك البلطج. جابر. اه يا سيدي جابر. شايف الولد قليل الحياة اللي ما يختشيش بيقول عليكي ايه؟ بيقول عليكي بلطج. والله انا ما نزع زعزعتك سمير. ابدا والله انا اشتم رجال عشان ما اداش الدواء لبيبي. اذا كان الولد ده مش هيغير الاسم هقول لناظر العزبة يغرقوا في بصره. بس ما انت مش مكسوف وانت عامل كده زي خيال المقاس. الله ادي احسن من بيبي. طيب استنى عليا انا هجيب خبرك يا مرجان يا سيد يا محمد. حلا اموت انا في البنت اسبانيا. قلتلك هو مين ده؟ غاني حرب. ومن امتى؟ من يوم ما سافرت العزبه كان ماشي مع عصافيه. لما سافرت بيروت جه تاني ليله هنا وعاد مشينا على شمبانيا وروح معاها اخر الليل كده. سيبك منها بقى، دي قطاعه بتاع فلوس. ده برش الماظ يسوى 300 جنيه صباحيه. مش هتقدر عليه، ده مليان قوي. ما تخافش حلها في ايدينا. جبت اللي قلت لك عليه؟ ايوه. كفك.
ادي عمامك وولاد عمامك كلهم مصممين على جوازك من خلف ابن عمك. البلد كله من اولها لاخرها تعرف انكم مخطوبين لبعض واننا قاريين فاتحتكم من صغركم. كتب الكتاب زي النهارده. انا احتج على العاده الهمجيه دي، احنا في القرن العشرين وكل فتاه لها مثل الحريه انها تنظم حياتها زي ما هي عايزه. انا مش هتجوز ومش قاعده هنا. خلاص ابويا ما انت خارجه من البلد، مش عاوزك تفضحينا على اخر الزمن. قولي عننا همج لكن اسمنا. اسم عبد المقصود غصب عنك هيفضل نظيف والا. انا مش عارفه اعمل ايه، اخلص ازاي؟ حاجه بسيطه، انتهز الفرصه واهربي من البيت واخدك في العربيه بتاعتي وطيران على مصر. دول محاصرني، حتى لما باجي ازور اختك فايقه بيوصلوني لغايه البيت ويرجعوا ياخدوني تاني. هو الجواز بالعافيه؟ مفيش قدامي غير اني انتحر. بلاش عباطي. اسمعي، ليله الدخله بالذات وهم ملخومين فيه، ولا اقول لك لما ادبر انا الخطه واقول لك في الوقت المناسب. ادي اللي كان ناقص. انا مش قلت لك يا محمد افندي ان العز بهدله؟ يا ريت فضلت بالجبه والقفطان زي زمان. لا والمصيبه، اسمع يا سي محمد وسوره وجايه. خير يا سعاده الباشا؟ مراتي ست خضره راسها والف سطور لا تعمل بار امريكاني تحت السلام. بار؟ خماره علشان عيد ميلاد مقصوف الرقبه سمير. بعد جابت من مصر كونياك وويسكي وشمبانيا وبلا ازرق علشان مراقيع سمير. اصحابه اللي من شكله وعينته هيصرفوا الليله في عيد الميلاد. خماره في البيت ده اللي بناه ابويا بكد ورضا ربه. ابويا اللي ما كانش بيفوته فرض من الفروض. ابويا المحترم الحاج فرج اللي صار قبر النبي سبع مرات عليه الصلاه والسلام. على فكره يا سيدي الباشا انا ناسي، وصلنا كشف حسابات بنك مصر في شيكات بمبلغ 175 جنيه، ثلاث شيكات نمر نون 2207 و2208 و2209 مش مدرجين في كشف الحسابات. هو سعادتك صرفت الشيكات من غير ما تخطرنا؟ وريني الشيكات دي. انا اللي مضيتهم يا ماما. وزورت عند ابوك؟ انا خايف لا محمد عبد المقصود ناظر الدايره يكشف الحكايه لابويا لانه هددني. هددك؟ هددني انه يقدم كشف البنك لابويا. وليه الشقاوه دي يا سمير؟ اوه ماما، وده استقرار الست الهانم في محلات شيكوريل ومحلات صدناوي. 275 جنيه لشيكوريل و275 لصدناوي هدوم. وريني هدوم. يا خرب بيتك يا جابر يا ابن الحاج فرج. تعال معايا. كل دي هدوم؟ الشيش سمعان ولا شطبت على شيكوريل؟ الموضة كده. الموضة كده؟ ده انا بقالي ثلاث سنين ما دخلتش دكان خياط. سمير تعال معايا نروح نشقر على البوفيه. وانت روح غير هدومك، زمان الضيوف جايين. ضيوف مين؟ انت ناسي اللي ليله عيد ميلاد سمير؟ هو فاضي الا لتنقيه الدوده وزريده المواشي. الهي يأسف عمرك. وكمان بتعملي له حفله في عيد ميلاده؟ ده احنا حقنا نلطم ونشهنشل يوم ما جانا تصيع بينا. فلا الله ولا فعلك يا بعيد. عارف جايبه لك ايه في عيد ميلادك يا مرمر؟ ايه يا ماما؟ ده بوسه الماس. يا سلام، ده انت تستاهلي بوسه. وريني. الله، ده دبوسي اللي اشتريته السنه اللي فاتت من اسكندريه. اوعى كده هيك. مش عيب عليك، راجل كبير زيك يشبك دبوس على الماس في جربطته. وكمان بتاخدي حاجتي تديها للصايع الخمرجي ابو عطاره. يا ناري. الست لابس بعض المزات من مصر يا حسن. عاجبك كده يا سي محمد؟ انا مش قلت لك ان في البيت ده عباره عن شرابه خرج؟ يا ريتني فضلت بالجبه والقفطان زي زمان. ادي اخلاقك يا سعاده الباشا، واذا سمحت تطلع على الجواب ده. جواب ايه كمان؟ تسمح تقراه؟ من مين الجواب ده؟ مني انا يا فندم. منك انت؟ طيب وبدل ما تكتبه على ورق ما تقول لي ببقك احسن. عجايب. ايه ده؟ استقاله؟ انت مقدم استقاله يا محمد؟ ايوه يا سيدي الباشا. كلام ايه ده؟ والله الظروف اضطرتني لانه ابويا اصبح اختيار، والكام فدان اللي عندنا لازم اشوفهم بنفسي. لا دي حجه فاضيه.
انت لازم زعلان من حاجة. مفيش زعل ولا حاجة يا سيدي الباشا. بشرفك وراس ابوك؟ مفيش لزوم للحلفان يا سعادة الباشا. ها شفت؟ ليه كده يا محمد؟ ده انت الشخص الوحيد اللي بيحترمني في قلب البيت ده. انت في معزة اولادي يا محمد. الله يخليك يا سيدي الباشا، لكن ده قراري الاخير. الله، انت لسه ما لبستش يا بابا؟ انت هنا يا محمد افندي؟ اتفضلي يا فايقه يا بنتي، سي محمد مقدم استقالته. استقالته؟ ازاي؟ ده مش ممكن. انا مضطر يا انسة، ده قراري الاخير. انا لازم اكلم مديح. على فكرة الكوافير جا من مصر، قول لي مديح هبعته لها بعد شوية، وكل ليلة هنحضر كتب الكتاب. يلا يا بابا البس. يي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 
ألف مبروك يا محمد يا ابني. الله يبارك فيك يا سيدي الباشا، سعادتك وعدت إنك هتكون من ضمن شهود العقد. طبعا يا ابني، إنما وحياتي عندك يا محمد، اديني مهلة لحد ما الاقي واحد يحل محلك. بكل ممنونية يا سعادة الباشا. وأنا اللي كنت معتمد عليك في الانتخاب يا ابني. من الوجهة دي ما يكونش عندك فكر يا سيدي الباشا. أنت عارف البلد بيت بيت، والكل بيحبوك وبيحترموك، وخصمي في الانتخاب. خصم سعادتك في الانتخاب غريب عن كفر بليد، لكن عائلتنا كلهم حيلدوا أصواتهم ليك. اسمع يا محمد، أنا مستعد أدفع لك. استغفر الله يا سيدي الباشا، ده احنا مستورين من خيركم. عن إذنك يا سيدي الباشا. لا حول الله يا أخوانا. حط الإزازتين دول هناك وروح على الطبقين المسجد. السفرجية بخروج ربي وصلوا يا فندم ومعاهم التركي. عال هات هات. والشام. ايوه. اهم رسعينه فيها. خمسة، تمانية، اتناشر، ستاشر، عشرين. عشرين؟ عشرين سنة زي يا ماما. ده انا سني. يحسدوك يا مرمر. ده انا بقالي ثلاث سنين ما زدتش على العشرين. يا اخي احمد ربنا انك عقدت على كده. البركة والباقي فمك اللي كل سنة عمرها بيخس سنتين. يعني كمان كم سنة ربنا يحيينا وتخش في بطن امك. شاغر انت يظهر حمام الادم ما نفعش معاك. لازمك شربة. شربة؟ لا انا بعرض النبي ده عمره سنتين بس. ده لسه بيطبع. بابا ده نكتة قوي. سمير تعال. روح انت يا مرجان. انت مش هتبطل الشقاوة دي يا سمير. اجبر عليا يا ماما، ده انا لسه ما دخلتش دول. انت صحيح بتقابل مديحة من ورا ابوها واخوها؟ وايه المناسبة؟ الواد عبد التام شافكوا قاعدين في الغيطة توشوشوا. انا؟ حاسب يا سمير. من ايه؟ من اخوها محمد. ثم مديحة مش من البنات اياهم. مش من البنات اللي بتخرج تتفسح معاهم في مصر. دي بنت متعلمة كويس واخوها. اخوها هو اللي انا قصده بالذات. يعني ايه؟ مديحة في نظري لا تساوي شيء، لكن انا عاوز انتقم. من مين؟ من محمد المتحنصط اللي عامل نفسه بني ادم. انا هكسر قلبه. كده يا مديحة انت متنورة وما انتش جاهلة الاصول. الاصول انهم يجوزوني غصب عني، ان افاجأ ان ليلتي فرحي. خلف اخويا تتمناها احسن واشرف واحدة في المديرية كلها. فليكن، انا ما بكرهش خلف، لكن مش عايزة اتجوز. سيبوني سيبوني لوحدي سيبوني. ما تفضحناش يا مديحة، انا سايقة عليك النبي. شوف الثقة دي علقها على أرضك. وشو المسة دي تعلقها
خميسة وخميسة. شيريو شيريو. الله، أمال فين حكمة؟ ولا حدود بها قول. اسكت يا مرمر، اسكت يا مرمر. الواد منير ده دريب لخالد، خلى قلبي نزل في ركبي. عليك انت بس اللي مزاجك رقيق. اوه مون ديو مون ديو، كلبي ديل كان ماشي على سرعه 100، لو ما درتش هتتقطع القلب. داس على فرخه. يا مجرم، انت تستحق الاعدام. الاعدام وبس. والتراب، التراب اللي خش في عيني ضربها لي. سمير انفخ لي يا سمير. عارف خالك انا صحيح عينه خضرا خالص. لا، والسكه كلها عفار ومطبات، مصارين اتكعبلت. ما هو اصل انا خايف من الافانتسيت. ولا اتحرك عليا. لا، والمصيبه المصيبه ان احنا عطشنا في بنها، قمنا وقفنا في السكه وشربنا ليموناتها. مين عارف بقى الكوبايه كان فيها ايه؟ كل الرير. ما كلنا شربنا معاك. اهلا وعرفت ماما ان احنا شربنا ليموناتها من السوق. تعرفوا كانت تعمل لي ايه؟ كانت تعمل لي كشف اشعه. ايه رايكم يا جماعه؟ انا عيد ميلادي هعمله في مونسينيور، وانا هعمله في سيمي غانيس، وانا في خيمه جنب الهرم سي سانتيمونتال. اتاخرت ليه؟ مسافه السكه جايه لك على سرعه 90 كيلو. ايه؟ سبع ولا ضب؟ سبع. بالذمة عملت المفتاح؟ صورة تبقى الأصل. وريني. لا مش هنا، تعال معايا. تراهنوني إن أنا أطفي شمعدان ده بنفخة واحدة؟ أنت طول عمرك نفختي كدابة. كده؟ طيب. آدي المفتاح، صورة تبقى الأصل. تخرجني مودي مصبوط. بس ايه؟ وفكرك يفتح على طول زي المفتاح الاصلي؟ اذا كان قالب الشمع عملته مظبوط على المفتاح القديم يبقى لازم يفتح. عالي. النهارده احسن فرصه. النهارده النهارده؟ ايوه، بالشكل ده تنطبق التهمه على شخص واحد. مين هو؟ محمد افندي ناظر الزراعه، اللي مالك حسابات الدايره لانه قدم استقالته. كده؟ ومفتاح الخزنه معاه وكل المبالغ بعودته. خطه جهنميه. صحيح، عرفت ان بابا استلم مبالغ كبيرة عشان يستعد للانتخابات. انا بلغني انه عاوز. اما نشوف بقى مين يقدر ياخد جينا مني. انا هغرقها الماض، وخلي بال الحرب بعيدها الجديد رقبته زي السلسله. ده انت هتلسفه. اتفضل يا عم عبد المكتوب، الباشا بيلبس وناس. تعيش يا مرجان. اهلا عم عبد المقصود، ازيك يا خلف افندي؟ الله يسلمك يا سمير بيه، كل سنه وانت طيب. ربنا يطول عمرك يا بيه. ميرسي ميرسي، انا اللي لازم ابارك لكم. الليله كتب كتابك مش كده؟ ايوه يا بيه. صحتكم. اسمعوا، ما تيجي نعزم عليهم بكام؟ لا يا منير عيب، دول ما يعرفوش الحاجات. طب ما هنا النقطه عشان نضحك شويه. وفيها ايه؟ النهارده عيد ميلاد سمير. ما نقولش ان دي شمرانه. والله فكره. ومين قال ان دي خمره؟ دي شربانه. لا لا لا، دي كركديه. بصيت رول، انا بضحك مقدما. طب حاسب لك. انا حسيت بقى المنديل. اديني منديلك يا اختي. يا ياخدوا بالهم. ليلتكم سعيدة يا جماعة. يسعد مساك يا بيه. احنا تشرفنا قوي. العفو يا بيه، احنا خدامينكم. ما تشربوا معانا حاجة. العفو العفو. لا ودي تيجي، انتوا ضيوف. حشمة شربان. حالا حالا. اخوان اخوان يلا. شمبان شمبان. اتفضلوا اتفضلوا. من يد من اعدامي. شربات ايه دي؟ عرقسوس عرقسوس يا فرانك.
شين شين. الله، ابويا خلف، انت هنا يا ابا وانا بدور عليك. محمد، انت بتشربوا ايه؟ شربات حلاوة عيسى مربيه. ايه وعقبال كل سنة. دي خمرة. خمرة بتقولها؟ خفوني خفوني. ومين اللي عرض عليكم المحرم ده؟ مش عيب عليكم يا بهوات، احنا ناس بسطة نخشى ربنا. وانت يا واد يا فندي يا قليل الادب، على هيني. سيبني سيبني للغرب. انت يا عم انت يا ماما. حبيبي ادخل. ايه متوحش سباش اسسها. كنت اعتقد ان تربيتكم تمنعكم عن استغلال سذاجة ناس ابرياء ضمائرهم سليمة. مش كفاية انكم بترتكبوا المحرمات بانفسكم، كمان عاوزين تشركوا غيركم من الاطهار. لكن الحق مش عليكم، الحق على ابائكم وامهاتكم اللي اهملت تربيتكم. ايه حصل؟ ايه بقى؟ شوف فلاحينكم اللي بيشتمونا وكانوا هيموتونا. يا فيا هانم، احنا جينا بس عشان نكرر الدعوة على سيد الباشا، فاذا سمحتي وحليتي محلنا نشكر فضلك. بكل تأكيد، كلنا رايحين. متشكر، استاذن يا فندم. ايه كانوا؟ يلا بينا يا محمد افندي. عشان خاطرك يا ستي، جيت في وقتك. انا كنت هبعت لك، عندي ظرف عاوزك توديه لمديحة. اديني مفتاح الخزنة. مبروك يا عم عبد المقصود افندي، مبروك يا سي خلف. الله يبارك في حسك يا سعادة الباشا، عقبال ما نفرح بسمير بيه وفيقهان. اتفضل يا باشا. الخزنة مفتوحة، الخزنة مفتوحة. الله، سمعوني سمعوني فلوسي الحرامية يا محمد افندي، فلوسي سمعوني الحرامية. اموالي، الخزنة الخزنة مفتوحة. الحقني يا محمد افندي، فلوسي مالي 2500 جنيه يا عالم. في ايه يا سعادة الباشا؟ حرام. جارة الخزنة، خزنة الدايرة مفتوحة، نظفوها أسيسوها. مش ممكن يا سعادة الباشا، ده أنا بقفل الخزنة بحط مفتاحها في جيبي. لقيتها مفتوحة، وال 2500 جنيه اللي فيها طاروا، خدوهم. ده مستحيل مش ممكن. مستحيل، روح اتحقق بنفسك. أيوة؟ أنا حسورق. مفتوحة؟ وإيه اللي فتحها؟ شوية مية يا عالم، اعدلوني عن إبلة. بابا بابا، ما تعملش في نفسك كده لما نتحقق قبله. يا عم عبد المقصود افندي، يا خلف ارجوكم بلغوا المركز، قوموا النيابه. اتفضل اتفضل. ده اداله شمبانيا. انت سعيد ايه يا واد؟ اللي لقيته قدامي يا اونكل. يخرب بيت كابر، انت جننت. ومش عاوزاني اتجنن، فلوسي يا عالم. الحرام انا شفته بعيد. قصدي خياله، كان جوه لما دخلت جري، خفت اجري وراه ليكون مستخبي ورا الباب يفتح مخي بشومه ولا كرش بسكينه. ازاي ده؟ مين هو اللي فتحها؟ محدش معاه المفتاح الا نظر الدايره. يعني غرضك تقول لا؟ لا مش ممكن، محمد افندي مثال الامانه. يعني عفريت اللي دخل الاوضه اذا كان هو اللي معاه المفتاح، وخصوصا انه قدم استقالته النهارده. واشمعنى النهارده بالذات يعني؟ يا عالم انا مخي هيطير. دي صفقه مغريه. طيب وليه ما قفلش الخزنه بعد ما خدهم؟ عشان يثبت ان السرقه بفعل فاعل. دي حادثه فظيعه، الخدامين مالهمش امان. صحيح، دول خاينين زي الشوفير اللي هرب مع اختي. عندك حق، لازم نبلغ المركز. لابد من التحقيق مع الشخص المسؤول والقبض عليه فورا. شفت يا محمد، مش قلت لك 2500 جنيه حطتهم امبارح في الخزنه لسه طازه؟ لكن يا سعاده الباشا، الخزنه مفتوحه بمفتاحها. بتقول ايه؟ وما فيهاش اي اثر للكسر. انا هبلغ النيابه. ما فيش لزوم يا سعاده الباشا، لانه اللص ترك المفتاح في باب الخزنه مع سعادتك المفتاح القديم. ايوه في جيبي. قارن سعادتك بين المفتاحين. الله، ده صحيح. اذا اللص مننا فينا. وهو مين؟ مين؟ ومين يقدر يقلد مفتاح الخزنه الا اذا حصل على الاصل؟ ده مظبوط. وما أدراك يا بابا إن دي مش رواية مفتعلة لإخفاء الجريمة.
قصدك تقول ايه؟ عشان ابعاد الشبهه عن الشخص المسؤول. فعلا يا سمير بيه، علشان ابعاد الشبهه عن الشخص المسؤول، لكن بكل اسف اللص بيترك اثر ينم عليه. اثر؟ الزرار ده مش من كم جاكيتتك؟ بتقول ايه يا كلب؟ اخلص قطع لسانك. انا واثق انه المبلغ ما زال موجود في جيبه. امشي اطلع بره يا كلب. مش قبل ما افضح الساري واصل المسروق. محمد ليس كده؟ اتفضل عد فلوسك يا باشا. هذا اللص. اما المجرم الحقيقي انت يا هانم، انت اللي مهدتي له سبيل الضلال، ذنبه في رقبتك. استودعكم الله. سمير ابني سارق بريء منك ليوم القيامه. امشي اطلع من بيتي يا مجرم. ابني اطلع من بيتي حبيبي. قلبي سمير. قلبي سمير. سعاده الباشا، سعاده الباشا، الامنه وعيال البلد كلها اهل كفر بليه طمنين وزهره. انا كنت ناسي، ناسي الانتخابات. يا فضحت في وسط البلد، انتخابي باص، رحت بلد. ما تفضحناش في وسط البلد يا جابر. يا جابر باشا نصير البلد. سمع سمع مالك نفسك يا باشا، ده في الشباب كل شيء اتطلع. اتفضل اتفضل يا حبيبي، ده الدرس ده كان كافي. استنى عليا يا خلفة عرق. معلش يا سيد. يحيى جابر باشا. يحيى جابر باشا. يا مرحبا يا مرحبا بأحبابي وأبناء دايرتي. يحيى جابر باشا نصير الفلاح. يحيى جابر باشا نصير الفلاح. يا نخلة في العلالي يا بلحهم دوا، يا بلحهم دوا، يا نخلة على
على نخل الدين هما الاثنين طرحهم سوا. دق يا طبال. سيبوني لوحدي ارجوكم، ارجوكم سيبوني لوحدي. حاضر اتفضلوا اتفضلوا يا ستات. اللهم مبروك الله يبارك ان شاء الله تكملي نفس الحفله. جمالات وسبع بركات يسوع غنوا النادي حلو زي الياسمين والناس هايصين يلا كانوا لعروسة البندر انت ابنه وانكتبت على العروسة ابنه. في بيت الضلال لانك ضله. احنا بنخدمكم باخلاص وانتم بتخنونا، بنحرص على كيانكم وانتم بتهدمونا. فين اجدادكم علشان يشوفوا ما وصلتم اليه من الانحطاط؟ يا جابر باشا، احنا خدمناك باخلاص لانك فلاح زينا، لكنك سلمت قيادك لمراتك وفرطت في تعاليم دينك وتقاليد بلادك. هي الحرب هاعلنها عليك حتى اطهر البلد من امثالك. من الان فصاعد انا حكون خصمك الالد، هرشح نفسي ضدك في الانتخابات. انت بمالك وانا باخلاصي، وهنشوف مين يفوز. يا حضرات الناخبين، يا حضرات الاعيان، يا حضرات الناخبين، شوفوا اللي عاوز يمثلكم في البرلمان، اللي عاوز يرقى على اكتافكم وينال المجد بتعطيتكم. اختاروا الرجل اللي يزود عن كرامتكم ويحترم تقاليد بلادكم. شوفوا التبارك وانتحار الفضيله، حطموا معايا اوكار الرذيله. لكن ححكم عليك بأقصى عقوبة، إنك تعيش طول العمر في هذا الوسط العاطل المبوء. عليك لعنة الفلاح، خديها من قلب فلاح ابن فلاح. واخر سكوتك ده يا محمد يا أخوي، الناس كلت وشني. عامل إيه يا حسن يا أخويا؟ هي حرة وإحنا الحق علينا اللي جبرناها على الجواز ده. جالك كلامي يا محمد؟ أنا مش قلت لك إنها بكرة تتكبر علينا ومحدش منا يملى عينها؟ يا خسارتك يا مديحة يا أختي،
والله لو سبتوني عليها لقتلها جوه صبيت الباشا. تقتلها ليه انت راخا؟ بس بلاش كلام جهال. يعني ناوي تغطرش على اللي عملته؟ عامل لها ايه؟ عاوزه تطلع محاميه. محاميه وسخامتيه. والله ابويا كان عنده حق انه ما كانش عايز يدخلها الكتاب. الكلام ده كان زمان. المرأة دلوقتي لها مطلق الحرية انها تتعلم زي الراجل تمام. وهتفتكر ان انا زعلان من مديحة لانها عاوزة تطلع محامية. انا زعلان منها بس لانها احتقرت بيئتها. انا كنت فاكر انه العلم حيفهمها انه الصانع والفلاح قيمتهم كحاملي اعلى الشهادات ما دام الشخص بيأدي واجبه وكل مهنة ولها احترامها. والنتيجة؟ انا فكرت في الموضوع كويس. سيبوها تجرب وبكرة تندم. اه يا ناري لو سبتوني عليه. إذا جيت للحق يا بابا محمد أفندي أصلح للبلد منك. بتقولي إيه يا فايقة؟ بقولي الحق. إذا كانت الستات لها حق في الانتخاب ما كنتش أتردد أدي صوتي لمحمد أفندي وضميري مستريح. بقى كده؟ والله عال. يعني فكرك إن محمد أفندي يفوز عليا في الانتخاب؟ محمد أفندي راجل كامل بمعنى الكلمة. واخدالي بالك يا خطرة؟ دي اتلطشت في عقلها ولا إيه؟ إنتي ما فهمتيش؟ يعني قصدك إيه؟ قصدي ان اسم محمد عاجبها. فشر، ما بقاش الا الفلاح ده كمان. فلاح ليه؟ وانت ابوك ايه؟ الكونت دي مونت كريستو. زبون سوء قضية جزرت دي بلد بتريش كده. خليه يتفضل. اسمع، لما يقعد تكلمنا عن قضايا البشوات والبهوات. لكن احنا ما عندناش زباين، لا بشوات ولا بهوات ولا حتى فندية. يا اخي افهمني، خليك نبيه شوية، ما لازم نقنعه ان مكتبنا بيشتغل كويس. عليك نور يا استاذة، بس على الله يقع، ده نصطته من على السلالم. برافو عليك، بس على الله يدفع لنا حاجة مقدم. انا هعمل جهدي. اسمع، اول ما يدخل تطلع تكلمني من عند الاستاذ فريحة. الاستاذ فريحة؟ ايوه، تكلمني من عنده بالتليفون وتعمل نفسك وزير سابق. يا نهار زي بعضه، بقى كده اول ما نشطح ننطح. وتكلمنا عن قضيتك. افهمني، خليك نبيه. امال مش لازم نقنعه ان مكتبنا بيشتغل كويس؟ ايوه، هقولك تهتمي قوي بمحضر الخناقة اللي خرشمني فيها البهيجي. يا مغفل، هو معقول وزير سابق هيتخانق ويا بهيجي؟ انت باين عليك هتفضحنا. القصد روح له بقى قبل ما يقلق. انا قلت له انك مشغوله مع مقاول كبير، فهو داخل اعملي نفسك بتودعيه من الباب ده. وهو كذلك. يه، لكن اكلمك في التليفون ازاي؟ ده التليفون مقطوع من اول امبارح. مقطوع ازاي؟ عشان ما دفعناش الاشتراك، ما هم بعتولنا جواب مسوجر. يا خبر، القصد خليه يجي. الهي يفتحها في وشك يا استاذه، انا مش عارف الزباين بتخاف منك ليه مع انك قمر. طب اتلهي بقى وشوف شغل. طب ايه يا سيادة؟ ما تقبرونا يا بتوع القانون. اتفضل. اتفضل. شرف يا معلم، يا عترة، يا امبراطور الخرفان. غصب عنك يا سفر، فين بلاف يا الاستاذ؟ وهو كذلك يا سعادة الباشا، انا هطالبه بتعويض كبير، 15,000 جنيه غير الاتعاب والفوايد. ما يكونش عندك فكر يا سعادة الباشا. يا دعبة افندي، سعادة الباشا اداني شيك ب 100 جنيه ونسيت اديله الوصل. ايه، ما هو سعادة الباشا يثق فينا ثقة كبيرة قوي. اتفضل يا. انا ما اسميش يا، انا المعلم حامش المعاضع ابن المعلم دوكشة المطوح. جزارين ولا تجزارين من مواليد السلخانة، نازل من بطن امي ببق كازلك. اي شرف، اتفضل اقعد. اقعد واحط رجل على رجل عشان بلا قافيه كوارع فيها مراتز. سلامتك. سعادة زكي به عيسى بعت لنا قضايا دايرة فريد باشا، حبيت اعتذر له لكثرة اشغال المكتب الحق الحاح شديد، وقال ان سعادة الباشا ما بيتريحش مع محامي تاني ابدا. الله يكون في عوننا، الواحد ما عندوش وقت عشان ياكل. ازاي؟
انما نعيش لناكله على راي الادبتيه. اي خدمه يا حضرتي؟ ما هو بس يعني افندم انا كنت جاي بخصوص الواد مصران ابن اختي. مصران؟ نكته. ما اصله مرضان كده وشكله عامل زي اصبع السجق. نهايته الامر والذي منه انا كنت عايز استخاره. استخاره؟ قصده يقول استشاره. عليك نور يا ازعر. ازعر؟ لكن معلش اصل المعلم بيحب يهزر. الله الله الله، انتوا مخدمين ده عندكم ازاي؟ ده وشه يقطع رجل الضيوف. لا من فضلك. ايه اللي هيزعل هفتح كرشه. اللي هيزعل؟ حد قال لك ان انا زعلت؟ بحسب. تسمح تقول لي ايه القضيه؟ ايه؟ اقول لك انت؟ عجيبه. وفايه لما تعرفي بقى مزمزين الواد مصران ابن اختي واد خلقه دايم، السكينه في ايده زي الحلاوه، يعني يقدر يشرح لك مناخير الابعد على 60 حته. في جدع مفتش اختام في السلخانه امه داعيه عليه، وقف يتفلفس مع الواد مصران. اللي دي شام البهيمه دي درناوي، ودي فيها حصوه بيت الكلاوي، فما كان بلا قفل الواد مصران الا وراح فقعه دماغه وشاهد عليه وكبر وشرط له رقبته بخلطه واحده. يا حفيظ. لا والنكته كمان انه داشته في وسط العجول علشان يطلع مختوم. ده مجرم خطر. افندم حضرتك باين عليكي مزاجك فيشاوي قوي. وقبضوا عليه؟ لا ما قبضوهمش عليه، عزموه على فايفا كلوكون في التخشيب، لكن بقى له اسبوع عقبال عندك يا عفش. في حياتك يا حمش. لو كنت تحب نروح نطلع على المحضر. تطلعوا على المحضر؟ ليه؟ هو سيكوري ولا السكه الجديده؟ قصدك ايه؟ الله ما تودونا بقى للاستاذ، هو انا فاضي اشتريات الحريمات؟ استاذ؟ الله انت مالك انت تساليني وجر رجلي يا حرمه؟ حرمه؟ اختش يا معلم. بس بقى بس انت وهي اللي تحت فيكم. هو فين الاستاذ عشان تدخل زبون اطلع متهم؟ بس بس يا معلم هاتي كلك. اتفضل اتفضل. الله اتفضل. بالشكل ده مش هنقدر نتفاهم. نتفاهم؟ المزمزيل عايزة تتفاهم؟ مش كنت تقولي كده من الصبح؟ خش تفاهم، سيد من يتفاهم يا قمر. بس فورنا اللوح ده علشان نبقى عدايا. غرضك ايه يا حضرتك؟ يا مزمزيل لا تتفهميها وهي طايرة. ما تخافيش انا مش هجيب سيرة للأستاذ. أستاذ انت عايز مين؟ عايز مين؟ عايز الابوكات والمصاير. انا الاستاذه مديحه المحاميه. محاميه محاميه؟ او 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 من فضلك. ابوكات من الجنس اللطيف يا سيدي المجبولي. اسمك ايه بقى في القانون بلا قافيه؟ ام كاتو؟ تحتشم شويه يا حضرتك، انت اللي قصدت مكتبي. مكتبك انت؟ انا قصدي الاستاذ فريحه. الاستاذ فريحه في الدور اللي فوق، انا اسمي مديحه. يا خبر، الغلط مردود. انا كنت فاكرك سكرتيرته. نكتة أوي هذوها المسألة. أنا أرفع للواد مصران ابن أختي محامي حرمة، ده أنا كنت أمام معايرة المذبح وخط زينهم. بالإذن يا نجم، كويسة أوي المحامية أبو جونيلا. سيدي سيدي عدتهم مدن. شايف يا دعبس أفندي؟ ده إنسان سوقي، والله لولا علشان خاطري. مش فاهمة إيه السبب إنهم يعاملوني كده. ده مش عدل، ده تعصب اعمى. هل جربوني وشافوني قصرت؟ وايه الفرق بين الراجل والست ما دام الفرد بيؤدي واجبه على الوجه الاكمل؟ معاكي حق يا استاذه. كم شهر دلوقتي وانا فاتحه المكتب، ما اترفعتش الا في قضيه واحده ومع ذلك كسبتها. عايزين مني ايه اكتر من كده؟ الغيره، غيره الرجاله من الستات. فاكر محامي الخصم لما قعد يجرحني بكلامه السخيف وصاب القضيه وهاجمني في مرافعته لدرجه اني عيطت؟ بس لو ما كنتش عيطتي غصب عني هيج اعصابي، لقيت الدموع نازله على خدي. وانا كمان من يوميها كل ما هرجم في المحكمه عشان استلقط لي زبون يتلموا عليا وكاله المحاميه وهات يا تقليص ويقولوا دي صابي مدمعه. ده ظلم، ده ظلم. يا ست هانم، يا ست هانم، انا راجل عندي اولاد ولازم اوكلهم وبقالك شهرين. فاهمه فاهمه، اصبر شويه يا دابس افندي، الصبر طيب. الصبر طيب، لكن صاحب البيت رزل. ليه ما تطلبيش سلفة من فايقة هانم؟ ده مش ممكن. دي صديقتك الروح بالروح.
عارفة، لكن كفاية انها عاونتني في تأسيس مكتبي، انا مديونة لها بكتير. هم فين؟ اللي هنا يا مكتب من غير بواب. لا ده ايه ده كمان. اديك اهو، ادي اللي كان ناقص. والله عاد استاذ فريحة عايز حاجة يا استاذ فريحة. ليه مصايب ايه دي يا اخويا اللي على اخر الزمن بقى؟ حضرتك تصطادي موكلي وهو طالع سالم. انا ايوه انت. المعلم حامش الواد صبيك ده هو خلاه طالع لي على السلالم وقال له اتفضل شرف الاستاذ منتظر جوه. انت يا دهبس اللي على مين الكلام ده؟ انت بتتفق معاه؟ اقسم لك ما تسيبونا في حالنا. يعني هي خلاص القضايا مزروطه والرجاله مش مكفيين المهنه عشان يزحمونا فيها الستات؟ ارجوك يا استاذ مش تحمدوا ربنا اللي خلق لكم الراجل عشان يشيل عنكم متاعب الحياه ويريحكم؟ تقوموا تجروا ورا الشقه برجليكم. يا ريتني ست ولا كنت شحف الهم. أنا الليلة يا قافل يا مقتول. هتعمل إيه؟ ما تبقاش مجنون. من عينيا الاتنين بس أمري، كله تحت أمري. ما بقاش إلا بتوع الكرو كمان اللي الحرب خلاهم بني آدم. أنت بتقول إيه يا واد؟ قوم من جنبها يا وسخ. أنا اللي وسخك. أهو كل يوم من ده. وأنت يا شينا، أوعى أنا مرة تقعدي مع النطع ده. الحمد لله يا فايقه اللي الرصاصه جت في دراعه بس. ده احنا اتخبينا حته دين خده. اه لو تعرف ايه اللي عملته ماما. سعاده الباشا الحمد لله بسلامه سمير بيه. ماما ما جاتش معاك؟ امك فضلت في المستشفى مع سمير. انا كنت عارف ان اخرتها تضيعه. قدر ولطف. ربنا كريم يا بنتي، لكن امه خضرة هي السبب. يا ما قلت لها ان الواد ده مش هيجيبها البر، وادي اخره الدلع. يروح يعشق لبنت من بتوع الصلاه ويصرف عليها من فلوس اللي بيسرقها من ابوه، واخره المتم رصاصه. يا ريتها كانت جت في قلبه وخلصتني منه. حرام عليك يا بابا. يا اخي حرمت عليه عيشته. الواد ده هيجيب خبري اودي وشي فين من الناس؟ الانتخابات تعرفي يا مديحه انا صممت على ايه؟ خير يا باشا. بكره تعرفي. أنا هنا كي نطعن في أشخاص أو كي ننال من كرامة أحد خصومنا، ولكننا جئنا نقرر حقيقة واقعة، وهي أن الفلاح في حاجة إلى أحد أبنائه كي يذود عن حقوقه. انتخبوا من يعرف كيف يدافع عنكم وكيف يطالب بإنصافكم. إذا قدر الله لي النجاح في هذه الانتخابات سوف أرفع الصوت عاليا تحت قبة البرلمان مناديا بإنصافكم. أنتم الذين تمثلون الأكثرية، أنتم الذين تمثلون الأكثرية الساحقة من سكان البلاد. نعم سوف أطالب الأمة أن تبني لكم المدارس والمستشفيات وأن تعنى بأبنائكم وهم ذخر البلاد وأمل المستقبل. ابن الفلاح. يحيى محمد عبد المقصود ابن الفلاح. يحيى محمد عبد المقصود ابن الفلاح. هناك من قد يقف امامي بماله، ولكنني اقف امامه باخلاصي لبلادي وللوطن. جابر باشا؟ ايوه يا محمد افندي، انا جيت هنا اعلنك امام ناخبيك اني متنازل عن ترشيح نفسي ضدك في هذه الانتخابات، لانك انفع للبلد مني، وغير كده هكون اول من ينتخبك ليحيى محمد عبد المقصود نصير الفلاح. يحيى 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 جابر باشا الفلاح النذير. 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 ادخل. استاذة مديحة
افندم، لكن انت ازاي دخلت من غير ما تقابل الكاتب؟ الكاتب؟ قصدك دعبس افندي، ده اداني الجواب ده. كده؟ وقال لي نتوظف عند الاستاذ فريحه اللي في الدور الفوقاني. الاستاذ فريحه؟ ادي وصولات اجره الشقه عن 3 اشهر. الوصولات بس انا مش مستعده النهارده، ارجوك تديني مهله. مهله علشان ايه؟ عشان ادفع لك. يا استاذه الاجره مدفوعه، دي وصولات بالمخالصه. مدفوعه؟ لكن مين اللي دفعها؟ واحد افندي جه امبارح وسالنا المتاخر كام ودفع على طول. ما قالكش اسمه ايه؟ لا والله. تسمحي تعيد تعريف الامر؟ ادخل. خلف ابن عمي. استاذن يا استاذ. سلامات يا مديحة. انت ايوه. يا هل ترى اكون ضايقتك؟ بالعكس، دي زياره ما كنتش منتظراها. اتفضل. مش فرضه الواحد واجب عليه يسأل على بنت عمه؟ بالرغم عن كونك انا ممنونه جدا. ازاي يا مباركه؟ بخير. ومحملاني ليكي سلام كتير قوي. وماما ازاي صحتها؟ بتسأل عنك وبتطمن على اخبارك اول باول. يا سلام، قد ايه وحشاني. مكتب قبهي، عساك امال تكوني مستريحه في حياتك الجديده. مستريحه جدا، الاشغال كتير والقضايا مش قادره الاحق عليها. دي حاجة تسر الخاطر يا بنت عمي. اوه، انا كنت ناسية. عن اذنك لازم اكلم وكيل بنك التسليف في التليفون. الو، انا الاستاذة مديحة. انا جيت عشان لحظة من فضلك. ايوه يا سعادة البيه، وصلت لي الدوسيهات. عشان خاطرك هستلم القضية. اروفار يا اكسلانس. اعمل ايه؟ مضطرة. ايوه امال، مضطرة. عايز حاجة؟ المصلحة بعتنا شيل التلفون. ايه؟ لكن احنا قطعنا المكالمات من 15 يوم ولازم نشيله النهاردة. افندم، هو المبلغ كام؟ حضرتك تروح تسأل في المصلحة. طيب خد، ادي 10 جنيه، روح حاسب المصلحة وخليهم يرجعوا التيار حالا. يا فندم انا ما اقدرش استلم فلوس، حضرتك تروح تدفع في المصلحة. طب استنى ناجي معاك على المصلحة. امرك يا بيه. بنت عمي، داني ابن عمي. ومين؟ مين اللي دفع ايجار المكتب؟ ايجار المكتب؟ لازم انت. لا والله وحياتك مهاني، ده محمد. محمد؟ محمد بعد حادثة اخو ست فايقة صديقتك، فهم انك بقيت لوحدك، فشاف انه من الواجب عليه انه محمد. اسمعي يا بنت عمي، ما تظنيش ان محمد حائد عليكي. زعلوا منك علشان احتقرت الريف واهل الريف، وده غلط، لأنه الفلاح والصانع والمهندس وكل ذي مهنة بيقوم بواجبه، واللي يعيب الراجل أخلاقه. الضفر ما يطلعش من اللحمة برضه يا بنت عمي، ده أنت مننة، من لحمنا ودمنة. محمد ابن عمي كان كلفني إني إذا صحيح محمد هو اللي. أيوة يا مديحة، محمد وخلف هما اللي فتحوا لك مكتب المحاماة، وحلفوني ما اقولكيش عشان ما اجرحش احساسك. فهم، وانا اللي الحق علي. انا كان لازم من الاول اوقفك عند حدك، كان لازم من الاول افهمك ان انا سيد البيت. فاكرة الدقة اللي كانت على دقنك والسمكة اللي كانت على ايدك ورحت للحكيم الالماني سلهالك؟ نسيتي اني ابوك فلاح وجدك فلاح؟ طلعت فيها انت تسدي وانا رخرخ لحد ما ركبتي على انفاسي. وادي النتيجة، الواد سمير اتعدى منك وفسدت اخلاقه لحد ما كان حيودي روحه في شرب المية. لكن لا، محمد افندي عبد المقصود عنده حق. من هنا ورايح اذا رفعت صوتك عليا هسفخك. كابر! ايه، مش مصدقة؟ ادي العربون. اي ده كتيلة يا
يا سلام. يا ما كان نفسي من زمان اشوف الدموع دي بتشر من عينيكي. من الان فصاعد انا شبع البرمبة. محمد افندي عبد المقصود وابن عمه خلف افندي عايزين يقابلوا سعادتك. يا اهلا وسهلا، خليهم يتفضلوا. هذا رجالة ولا بلاش؟ مش ابنك سمير ابو سوستة؟ تفضلوا. يا سعادة الباشا انا جيت علشان اتشكر لك. اتفضل يا ابني. تشكرني على ايه؟ انا ريحت ضميري، البلد في حاجة الى امثالك، فانت خير من يمثل الفلاح في البرلمان. قوي مخلص لرسالتك، مؤمن بعقيدتك، فانت اصلح للبلد مني. يا جابر باشا، اذا كانوا كل سياسة البلد يعملوا زيك ويضعوا المصلحة العامة فوق المصالح الشخصية لاصبح لبلادنا شأن عظيم. محمد افندي انا عندي لك مفاجأة مدهشة. محمد افندي انا مخطئ نحوك، لكن الحادثة دي رجعت لي صوابي وفتحت عيني، فاذا صدحت عني فانا هحزو حزوك. يا ريت من بقك لباب السم. محمد افندي تسمح لي اهنيك بنجاحك في الانتخاب. ممنون. فيا اسمعي. نعم يا بابا. ما انا فاهم. فاكرة لما قلتي لي اذا كان للستات حق الانتخاب كنت اديت صوتي لمحمد افندي ولا اديته لكش؟ بابا. على بابا انا فاهم. امك فاكراني عبيط، دي هي اللي هبلة. الحاجات دي ما تفوتش علي ابدا. سعادة الباشا ده شرف عظيم ليا، في اهانم اعز شخص عندي في الوجود. ما انا فاهم وانت عزيز عليها ابدا. محمد اخويا انا سعيدة جدا بنجاحك في الانتخابات. فايقة هانم قالت لي على كل حاجة، فادركت سمو اخلاق خلف ابن عمي. يصح ان الانسان يخطئ، ودينه بعترف بخطئي. مالك متيش كده؟ اتحرك. ايوه مال اهو كده خضرة يا بنتي، مال كده لونك مطوب؟ خدي الشرطة.